من بغداد الدكتور مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ومعي في الاستوديو المحلل السياسي جواد الخالصي. أهلا بكما. سأبدأ معك دكتور مناف لأسأل، لأن المهلة النهائية أوشكت أن تنقضي الممنوحة للرئيس الجمهورية كي يسمي رئيس وزراء جديد، هل يبدو لك وأنت في بغداد أننا بالفعل بعد ساعات سنعلم من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟ سيدتي، في البدء أن أحييك وأحيي ضيفك في الاستوديو وجميع متابعي مشاهدي قناة البي بي سي العربية. نعم، دائما المكونات السياسية في اللحظات الأخيرة كانت ما تأتي بما يطلق عليه بمرشح التسوية، والذي يعني يكون مقبول من جميع الأطراف. لكن يعني أعتقد اليوم هنالك تغيير جديد ربما من الصعب تجاوزه بهذا الشكل، وهو وجود الضاغط الجديد المتمثل بالمتظاهرين، المتمثل بالضغط الشعبي، المتمثل بالتظاهرات التي كانت هي سبب في عملية تغيير الحكومة السابقة. يعني لم تكن المكونات السياسية هي من غيرت، ولكن قبل يعني الوقوف على متغير المتظاهرين دكتور، يعني أنا أسأل على الاسم، هل يبدو لك أن هناك اسم أو اثنين أقرب من غيرهما؟ لأنه لم تفصلنا سوى ساعات على انتهاء المهلة. حقيقة لحد هذه اللحظات كل الأسماء كانت عبارة عن بالونات اختبار يعني تم تقديمها، وبالتالي معرفة ردود الأفعال. يعني قدم السيد السوداني، ربما قدمت أيضا بعض الأسماء. اليوم البعض يتحدث عن السيد السهيل الذي ربما قد يكون هو الأكثر حظوظا في هذا الموقع، ولا أي وزير تعليم عالي. ولكن قلت يبقى تأثير الفلتر الجديد أو يبقى تأثير المؤثر الجديد المتمثل بالمتظاهرين المدعومين من قبل المرجعية الدينية العليا. وبالتالي يعني حتى وإن تم تكليفه، أعتقد أن وجود المتظاهرين اليوم قد يؤدي إلى إرباك كبير، وقد لا يتم أو قد لا يستطيع أن يكمل مشواره في عملية تشكيل هذه الحكومة. طيب، بالتالي الوضع معقد. بالإضافة إلى بالفعل الوضع معقد، وما يردنا يعني الكتل السياسية، يعني ما يردنا من بغداد، وأنا أريد أن أسأل في ذلك جواد الخالصي، هناك طبعا جلسة منعقدة في البرلمان للحديث عن قانون الانتخابات، هذا ملف آخر كبير وشائك جدا، ولا يبدو أننا اقتربنا من أي نوع من الإجابات على سواء اسم رئيس الوزراء الجديد أو شكل قانون الانتخابات الجديد. نعم، تحية لك ست نوران ولضيفك دكتور مناف ولمشاهدي البي بي سي. بالتأكيد قانون الانتخابات اليوم الذي يناقش في جلسة البرلمان حاليا، أنا في تصوري هو أهم كثيرا من تحديد شخصية لرئاسة الوزراء، باعتبار أن قانون الانتخابات هو الذي سيحدد المرحلة السياسية القادمة. الخلافات التي تدور الآن في جلسة البرلمان حول قانون الانتخابات، وتحديدا هناك مادتين، وأكثر مادة هي عليها خلاف هي المادة 15 التي تختص بالنظام الانتخابي لقانون الانتخابات القادم، تقسيمة الدوائر نعم هي اللي طبعا تحدد مسألة الدوائر. طبعا هناك مقترحات، تارة يقولون هناك 6 مقترحات، وهناك تارة أخرى يقولون هناك 3 مقترحات، وهي اللي أكثر احتمالية أنه تكون هناك 3 مقترحات. ومن هذه الثلاثة هناك مقترح مهم، وهو المحافظة الواحدة بقوائم متعددة وفردية، يعني تاخذ 100% أو 60%. لا، هناك القوائم المتعددة يعني القائمة الواحدة بقوائم متعددة تكون 60 إلى 70، والقوائم المتعددة بقوائم منفردة اللي هي العفو منفردة تكون 60 إلى 70، وقوائم متعددة أيضا بقوائم متعددة تكون 100%. وهناك من يريدون أن يكون النظام فرديا 100%. نعم، هناك من يريد أن يكون 100% من أجل ضمان، وأنا أتصور هم يريدون يذهبون إلى قضية أن تكون وحدة المحافظة بقوائم متعددة لقوائم متعددة وفردية، بذلك تكون 100%، لأن حتى يضمنون قضية المستقلين وغير ذلك. وهذا الخلاف على هذه المادة. وهناك المادة 16 لا يمكن التقليل من شأنه، ولكن يبدو الأكثر إلحاد
لحاحا الآن، وربما الأسهل يعني في ضوء كل هذا الكلام، كل هذه المقترحات المتضاربة، هو التوافق على اسم رئيس للحكومة. نعم، هو لاحظي يعني رئيس الجمهورية عندما طالب البرلمان أن يرسل كتابا بالكتلة الأكبر، وأجابه البرلمان، لأن البرلمان أجابك عندما تم تكليف السيد عادل عبد المهدي. وفي ذلك الوقت أنا أتصور هناك ثلاثة كتب جاءت، كتاب من كتلة البناء، وكتاب من كتلة الإصلاح، والثالث هو جاء من تحالفين من هاتين الكتلتين، يعني تحالفين سائرون والفتح، ولذلك أصبح عندنا ثلاثة بذلك الوقت. وبالنهاية اعتمد هذا التوافق ما بين سائرون والفتح بتكليف عادل عبد المهدي. هذا كان رد البرلمان. إلى الآن لا يوجد كتاب من الكتل السياسية من هي الكتلة الأكبر. فقط يوم أمس أرسل كتاب من تحالف البناء على أنهم يرشحوا عن تحالف البناء السيد قصي سهيل وزير التعليم الحالي العالي حاليا، ولكن هل للسيد سهيل هنالك حظوظ؟ انا في تصوري الضاغط الجماهيري لا يسمح بذلك في الوقت الحاضر، ولذلك ولكن لا اتصور. دعنا نبقى قليلا في نقطه من هي الكتله الاكبر، وساسال دكتور مناف الموسوي، يعني من اين تاتي علامه الاستفهام هنا؟ يعني الا يفترض ان يكون هذا محسوما؟ ثم ان بعض المقصوصي من تحالف سائرون لديه تصريحات، قال إن موقف سائرون الرسمي هو أنهم يتنازلون لنقل عن حقهم في أن يكونوا الكتلة الأكبر، ويمنحوا هذا الآن للشعب ولصوت الناس الذين خرجوا في الشارع. هل يعني هذا حتى دستوري؟ هل تملك سائرون أن يعني تتخذ هذه الخطوة ويعتد بها؟ لا سيدتي، هنالك منطقة فراغ في هذا الموضوع بالذات. يعني منطقة الفراغ، أولا يعني الدستور لم يتحدث عن استقالة الحكومة وما بعد الاستقالة، يعني هل يتم الرجوع إلى الكتلة الأكبر، هل يتم اختيار من الكتلة الأخرى؟ اليوم لدينا مجموعة كما تفضلتي من علامات الاستفهام، ربما على رأسها أنه لا توجد كتلة أكبر، تم اختيار رئيس الوزراء من خلال عملية توافق بين كتلتين كبيرتين. اليوم الانسحاب لا يستطيع الدستور تفسيره، ونقول الذهاب إلى الدستور، هذه النقطة تركت مفتوحة. لا أعلم هل كان المشرع متقصد أن يتركها مفتوحة قابلة للتأويل والتفسير، وبالتالي يعني قد تكون هي أزمة. هل هو للمحكمة الاتحادية؟ يعني يفترض المحكمة الاتحادية، لكن حتى المحكمة الاتحادية أعتقد سوف تكون إجابة صعبة جدا، لأن لا توجد حقيقة، لا يوجد هنالك تحديد معين للوضع ما بعد استقالة الحكومة. يعني رئيس الجمهورية في هذه اليوم الحديث عن النقطة 80 أو الفقرة 80 التي تقول بأن رئيس الجمهورية يستلم مهام رئيس الوزراء لحين تكليف أو تشكيل حكومة جديدة. كان هنالك حديث أيضا يوم أمس لرئيس الوزراء المستقيل السيد عادل عبد المهدي، وقال الحكومة موجودة ولا يوجد فراغ دستوري، ولن نسلم الموقع إلا حين تكليف حكومة جديدة والتصويت عليها. بالتالي كل هذه الإشكالية نعم كل هذه الإشكالية وهذا الفراغ القانوني الذي يدعو إلى التأويل وإلى التفسير ويدعو إلى الصراع في بعض الأحيان، أنا أعتقد أن الهدف ما تحدث عنه الدكتور الخالصي بأن الكتل السياسية تريد أن تؤخر عملية التصويت على القانون الانتخابي، لأن بالفعل اليوم المهمة الأساسية هي إقرار القانون الانتخابي. لحد هذه اللحظة لا يوجد توافق حقيقي ما بين الكتل السياسية، والمشكلة نحن في الإعلام فقط نتحدث عن وجود إشكالية شيعية في عملية إقرار قانون، لكن أيضا هنالك ربما آراء للأخوة الكرد وللأخوة السنة في عملية التصويت على هذا القانون. الأخوة الكرد لا يريدون أن تكون مثلا عملية الانتخاب 100% لقوائم فردية، يريدون طيب يعني أن تكون 75% للفردي حتى وليس شيعية. طيب هنا سأسأل جواد الخالصي، لماذا نحن بعد 9 سنوات من لحظة مشابهة جدا في 2010 نوري المالكي أيضا جدد له كحكومة تسيير أعمال بسبب خلاف من هي الكتلة الأكبر، لماذا بعد 9 سنوات
نفاجأ أننا في بصدد نفس الموقف ولم يتم تدارك هذه الثغرة أو هذا الفراغ كما وصفه الدكتور مناف. لا، هي المشكلة قائمة بين الكتل السياسية، ونحن تعلمنا في العراق أن تكون قرار أو تكليف اللحظات الأخيرة في العراق. هذا يضاف إلى هذه التظاهرات وهذا يعني الضغط الجماهيري اليوم الموجود في الساحات، يضاف ثقل أيضا على هذا المبنى الذي تعتمده الكتل السياسية في طريقة تكليف رئيس وزراء. عادل عبد المهدي حسب معلوماتي مرتين طلب من السيد برهم صالح بعد انتهاء المدة الدستورية 15 يوم أن يتولى هو رئاسة الوزراء، ولكن في اتصال هاتفي من شخص قريب من مستشاري رئيس الجمهورية عصرا قبل لا أن أتي إلى هنا، قال السيد برهم صالح لا يريد أن يتحمل يعني مهام رئاسة الوزراء، وأنا أتصور سوف يمدد باعتبار أن هي أساسا حكومة تصريف أعمال، حتى لو كلف رئيس وزراء سوف يبقى هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال إلى أن يذهب بمشاورات رئيس الحكومة الذي انتخب كرئيس حكومة انتقالية، يحتاج إلى 30 يوم. في النهاية هي الحكومة نفسها ستبقى تصريف أعمال إلى أن يتم التصويت على الحكومة الجديدة. فلذلك أنا أتصور هذا التمديد الذي سيبقى للحكومة المستقيلة الآن يضاف إليها يسير معها قضية إقرار قانون الانتخابات. ولكن هذا لربما ما تريده النخبة السياسية، ولكن الشارع دكتور مناف الموسوي يبدو بعيدا كل البعد عن هذه الحلول وهذه المخارج السياسية والقانونية والدستورية. يعني هذه التفاصيل كلها التي نكاد نغرق فيها الآن تبدو غير ذات صلة بما يريده المواطن الذي يخرج في العراق، يعني سواء على مستوى الخدمات أو الطبقة السياسية أو من سيرأس الحكومة أو أي شكل سيكون للقانون الانتخابي، أليس كذلك؟ بالتأكيد اليوم المواطن يعني مطالبة واضحة، يعني بعد استقالة الحكومة أصبح ما يطلق ما أطلق عليها أنا بمثلث الحل، والتي دعت إليه المرجعية الدينية العليا ومتمثل في تغيير القانون الانتخابي، تغيير قانون المفوضية العليا، وتغيير المفوضين أيضا والمجيء مفوضين مستقلين، وأيضا الذهاب إلى الانتخابات مبكرة. أكثر مكونات سياسية لا ترغب في الذهاب إلى الانتخابات مبكرة، لأن في حال أنه تمت هذه النقطتين اللي تحاول بعض المكونات التسويف، التطويل، المواطلة، يعني إيجاد ثغرات قانونية لتأخير التصويت على القانون الانتخابي، كل هذه واضحة أن الكتل السياسية غير راغبة بالذهاب إلى انتخابات مبكرة. تعلم جيدا أن الذهاب إليها أو نقل الكرة من ملعب السياسي إلى ملعب الناخب العراقي مرة أخرى قد لا يؤتي بما ترغب به هذه المكونات أو بما يعني حصلت عليه سابقا. نعم، شكرا جزيلا، للأسف انتهى الوقت في يعني فقرتنا. المرجعية الدينية أطلقت على التظاهرات بالمعركة الإصلاحية، والمعركة الإصلاحية بالتأكيد تحتاج إلى الكثير من الوقت. من بغداد هو مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية. أشكر ضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي جواد خالصي أيضا. العالم هذا المساء متواصل.